بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم پیارے بچوں. سورۃ الفاتحہ قرآن مجید کی پہلی سورت ہے. اس کی 7 آیات ہیں. چلیں ہم سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. چلیں ایک بار دہرائی کرتے ہیں. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللہ حافظ.